واخيرا وافقني لايك. رجعت افتح الباتل رويال. السلام عليكم. وراح اعمل جائزة اللي هي راح يكون اكاونت على بلاي ستيشن باسم تي اس ام واصف. واللي بياخده واللي اكتر واحد بيعمل اشتراكات واشياء ويعمل لايكات ويبعت لي مسج على الاكاونت تبعي بدخل بعطي الاكاونت الايميل والباسورد. يلا ليش تشتري هاي الرقصة؟ مين اللي اشترى لك اياها؟ انت ولا محمد؟ بقول اسكت تيم وشفت نت قرب ولك طلع تيم كيف يصيح بدي اطرد اطرده برا البارت. لا يا خال يا زلمة اطرده يلا عشان هاي اول مشاهدة اجت لي الف والله مين انت ولا حد ثاني؟ مش انا انا هيني قاعد بفتح اسع شباب شو هذا؟ ايش؟ واصف حسين 2018 بس بدي افهم شو هاد؟ يلا بنج عالي لا بنج واطي بنج عالي يلا شو في حد علق استنى في
في مشاهدتين هلا. عندي ار بي جي انا. ايش هذا؟ هاي كل كلك ليه؟ عندك حد؟ عندي واحد. ياي اكلنا هوا. قتلته؟ دمج؟ والله اني ملقلق. هلا بتشوف شو راح اعمل فيه. يا فهم يا لا قم معيش أسلحة ومعيش شيء. آه. الساعة مين الفاتح؟ أنا الفاتح البث. لا قصدي مين الفاتح؟ أنا ما بعرف هلا بشوف. هو كتب تعليق. شو التعليق كان؟ خذ الليدر. نت زبل فجأة. كان حلو كان قوي كان. عندي صاحب اسمه لنطف بطمانة. خمس تعليقات. شو عرفني انا شو مش شايف التعليقات منه. ما بيورجوني التعليقات صاروا. شو ماله هذا؟ يا رب يكون نت قوي. يا رب. بينج 114. اسمع يا غريب اذا انت زعلان. دفتي؟ اوه نتصرف اسطورة. شو اللي صار ضيف؟ منيح. بالنسبة للبنك تاع قبل شوي يقارن كتير. اسمع تعلمت على البيلدر برو. اه اليوم قلت حطيت بعقلي اني بدي اتدرب بلدر برو. دربت التدريب انفا. ايش 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 بين 800
البمب الجديد. ايش؟ والله لقلقه. استنى لاك 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 شكلي ايش خد خد ايه ايش هذا النت ابعد عن لا تاخذ سياق تاخذ سياق يا رب سياق لا راح اطفي البث كما بعد هذا الجيم راح اطفي البث خلاص نتفقة فجأة صار طلع فجأة صار 180 هاي معجزة البنك هو هرب ما انا كنت ملقلق كنت بطلع بحالي انا صرت مشاهدتين وثمان تعليقات ايه ايه البينج ما يوقفني ايش هو انا كنت راح اتفق لا والله عشر تعليق يا زلمة ارحم ولا تحكي الحمد لله 11 تعليق من شخص واحد كأنه لا 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 حمزة واصف لو حمزة واصف ابعت كمان تعليق ما بيأثر عليك بس بيأثر علي ما بيأثر عليك بس بيأثر علي ما انا الان بستغل بيأثر علي كمان اوه سنايبر كاتم هيلو هيلو معجزة ياي كريم كيف صار انا طخيت استنى ميتين وخمسة دماغ لا 105 تم اطلع احنا مطولين لما اخلص الجيم على القليل وبطفيه ما انا بنص اللايف يعني بدي اطفيه بي الذكاء كيف يعني؟ ايش قصدك؟ اه والله اظهر ابوي راح يجيب لنا نت الفايبر كمان شوي اسمع انقذ حالك
أيوة. خذ معي متكت. ولا بلا حد هو؟ لا لا كفو عليه. ترى راح يقتلني. في دبل بيستول. في دبل بيستول. مع انه ما شفته هذا. هذا طلقة اساسية. هات الطلق سنايبر. طلقي 14 منيح. انا حبيت صوت ال تعال يلا اركب 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 من لو ترى رايحين هلا بس لما نكون رايحين 40 عفوا بقدر اعمل مهمتي الثلاثة بيحضروا الباص تبعي. شفت واحد. شفتهم. كان واحدة بتمشي. ايش بينج 111. صبري ست سنايبر معي. اثنين صبري ست سنايبر. انا بشوف الصبرست يعني انه يعني لازم اجربه. بحب ما هذا اللي انا بدلته بالصبرست معي دبل صبرست. هلا اذا ما دقيت بتشوف ايش راح يصير فيه. تعال تعال تعال. شفته بعرف وينه. نوك كفو. تدريش 105 والله. اسحب عليه عشان يطلع. كفو عليك.
تعال هاي معي معي باندج لإلك. خذ هاي 8. ما انت اليوم اسطورة غير عن باقي الايام. خلي البندج معك. انا معي بندج تاني. بعرف بعرف. بتموتك بثواني. طيب مفروض كل الاسلحة الليجندري اللي في بوم بوكس وفي ديول بيستول دبل بيستول. ليش كل هاي العجقة؟ ما بقدر حد يترك سليرب شيلد هيك شيء. ايه لقيت حد. لا ترك البالون. لا والله انا ضد هاي. هيو عندي شفتها. ليه شوف اذا حد انا بتحرك. قدي ضايل معانا 10. شفته. يا زلمة غشاش غشاش. تهيل هيل هيل. يلا لا وقت وقتك عشان تطلع. شو هاد وقته عشان يطلع؟ طيب ما بنيك تلعب معنا. ما بنيك تلعب معنا. اطفي اللايف من تطلع البين. شباب بدي اطفي اللايف من ورا اخوي الصغير. اطلعي له. اقسم بالله.